سويتش، تجربة جديدة. جهزنا وحضرنا المكان وحطينا فاصل بين الأهل والولاد، ما بيشوفوا بعض بس بيسمعوا، بيحكوا فيه عن بعضهم ولبعضهم، ولأول مرة بيتبادلوا الأدوار. سويتش and let's go. سؤال صعب. هالحياة مع بيرينا مفاجآت يعني صراحة. سؤال صعب. تسأل باي شو ما بيحب بنته. شو السؤال؟ هاي اسمي بيرينا ماركاريون، عمري 15 قريبا، وأنا بنته لبيير ماركاريون. بحب بي إنه صبور، بيسامح لما لازم، بحبنا من قلبه. شيرينا الكبيرة عندي أصغر منها، صعب تسأل باي شو ما بيحب بنته. يمكن في أشياء بتعملها ما بحبها، بتعملها لأنه مش عارفة أنه أنا ما بحبها، وأنا أكيد أنه مع الوقت رح بتصير تعرف شو هو الأفضل لإلها، وما تعود تعمل الأشياء اللي ما بحبها. إذا شي مرة طلبت شي دايماً يعني بيأمنه لو قد ما يكون صعب. بيعمل كتير ساكريفيس لإلنا، بحبنا. بحبها تكون هي بذاتها، تكون هي شخصها الليدر. بحبها تكون عندها ثقة بنفسها انه هي قادرة. ربنا عطى هيدي النعمة، حط فيها شيء كتير مميز ومنطلقة. كتير بحبه، مجرب انه اتعلم منه، بحسه اكزامبل كتير كبير لإلي. صراحة بخاف كتير من التكنولوجيا مع بيرينا، متخربت عقول الكبار والصغار، وبيرينا هي بعمر عم تنمى، شخصيتها عم تنمى. شو بيعجبك بالبابا؟ واو عيونه. كتير بحب عيونه. مضحكته كتير حلوة، بدو ياني اضحك مثله. كل مرة بضحك بيقلي طلع أسناني. شو بفتخر ببيرينا إنه شخص واعي، بتعرف كيف تتصرف. بحب بيرينا قلبها الطيب، قلبها طيب. بحب بيرينا انه انسانة بتحب اهلها، بتحب اخواتها، بتحب الرب. بي بيتميز بمسيحيته، بيعيش على الاخر، هو دايما بده انه نكون مثله، وبيجرب يفهمني لو حتى يمكن انه شو انا ما بعرف شو عم بعمل. سوري ما قصدي، ماما انه ما انا بإرادتي انه نزعله أو خليه يفكر بهالطريقة، بس مرات إنه ما بقدر أنا أتحكم بشو هم بعمل، بكون مبسوطة ما بقشع الكونسيكونس، بفهمه لما يعصب علي. بيرينا عطول بتفاجئني أصلاً، عطول هالحياة مع بيرينا مفاجآت يعني صراحة. عم يسمعني. شو بدي سمي مفاجأة؟ شو بدي اتذكر مفاجأة؟ ما عطول مفاجآت صراحة. ما صبور، بس مرات يمكن لازم شوي زيادة. مفاجآت مستمرة. وهلأ مستعدين لسويتش تاخدي دور البابا؟ Let's switch. جد عم مثله هلأ؟ هلأ أنا بيرينا أو بيير. يزعجني فيها علاماتها ومرات تصرفاتها اللي بتعملهم بلا ما تفكر. بشيل من بي تعصيبه، بحب يتصرف معي برواق أكتر، يحكيني على مهل، ما يعصب علي. بيرينا نسي تليفونه، دقيت لها كتير ما ردت علي لأنه كنت خيفان عليها. ما بعرف، مستنظرة منه يحبني مثل ما أنا، يتقبل كل الأغلاط اللي أنا بعملها، انه يتقبل انه انا عم بعمل بروجريم بالعلامات، يقبل يخليني روح اكتر مع رفقاتي، يقبل بكل شيء. شو احلى شيء ببيرينا؟ كتار بيرينا، كتير كتير. لا بيرينا واو، لا صوتها يضحك علي. بي انت الشخص اللي بوثق انه لو الدنيا كلها تركتني انت ما رح تتركني، لو قد ما صعبت الدنيا انت الوحيد اللي فيك تهينا. شو بتطلب من بيرينا؟ تضلت مشارجة تليفونها وتشيله من السايلنت وتركز على حالها، تعرف قيمتها. بي انت الدنيا، اكيد انه بي بيحميني، انا ما بحس حالي بقدر احميه.
ان شاء الله من بعد اليوم ما تنقع علامات كتير. ما تنقيه سويتش مهضوم. يسوع بطلب منك تعطي لباب على قد كل شي عمله، على قد كل التعب اللي تعبه، كل شي بيستاهله، يعني بيستاهل كل خير صراحة، عن جد تعب كتير بيستاهل كتير. بطلب انه الرب دايما ينور لهم دربهم، يسوع يكونوا رفيقهم ويكونوا هن عم يتمثلوا فيه كيف هو كان إنسان بكل معنى الكلمة، وبذات الوقت علمنا كيف بيكون الإله. لهيك أنا بطلب من يسوع دايما يضل ملك لقلبه ويضل قلبه مفتوح للروح القدس لحتى تفهم شو بده منه وكيف بدها تعيش معه. قديش بتحب البابا؟ ما بعرف كتير. ما بعرف قدي كتير. بيمرق علينا أيام صعبة كتير، نتخانق ومنرضى، بس بالأخير بينتصر حب العائلة يلي هو حب يسوع. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا 7+.